اكتر ونعرف اكتر التفاصيل ونطمن على محمد شوقي. معانا رئيس نادي كفر الشيخ استاذ عبد الحميد مصطفى، اهلا بحضرتك يا فندم. انا جد محمد، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ يعني في البدايه طمنا على محمد شوقي، حاله كلنا امبارح يعني في صدمه، في حزن كبير جدا وقلق كمان، عايزين نطمن ونطمن كل الجماهير على حاله اللاعب دلوقتي. والله حضرتك الحاله طبعا امبارح المفاجاه هو تعقب عضله القلب مره واحده، ودي كانت بدون ترتيب، يعني مش حتى لا مش عامل لها سبب طبعا، الا ان اللي حصل طبعا اللي هو العامل مصر امبارح كويس جدا، هو احسن لعيب في بقى لفتره، ويعني بيرتب نفسه طالع دوري ممتاز في خلال يناير ان شاء الله، ان كان عامل مستوى فعلا حلو قوي قوي قوي، عاد اكتشف نفسه، الا ان يعني امبارح فجأة بيوقع من طول فجأة لوحده كده، خدنا جرينا على المستشفى. ما كانش في اي بوادر يا فندم، ما كانش في اي شكوى من اي حاجه، ما كانش في اعراض. احسن لعيب امبارح، احسن لعيب امبارح في الفريق، والله احسن لعيب امبارح، وكان معتقد احسن لعيب في الفرقه، وحاطط جون اول الماتش اللي قبل ده اللي كسبنا بيه بيونيز، واخد بال حضرتك؟ لعيب ما تحسش بيه وقاعد ماشي هو مع اصحابه ومع زمايله ومالوش صوت، ما فيش والله ما عمل مشكله امبارح اهو، ما عملش مره مشكله الحمد لله. فامبارح كان سقوط مفاجئ في الملعب وتم نقله سريعا لمستشفى. وغير مبرر، وغير مبرر حضرتك، وغير مبرر والله. طب المتابعه كانت ازاي مع المستشفى؟ الحاله وصلت لايه دلوقتي؟ ما هو احنا كلنا بقى والناس كلها راحت المستشفى. جالنا خبر قبل الماتش ما ينتهي بخمس دقائق او سبع دقائق ان هو ايه؟ خلاص يعني خلاص الحياه خلصت. انتشر خبر بالفعل بعد السقوط ان لا قدر الله كانوا قالوا ان هم خلاص هيطلعوا لك الثلاجه، هم بياخدوا طريقهم للموضوع ده، كان واخد حقن كتير وصدمات شغاله، لان الناس هناك ما يقاسوش بصراحه بتوع الضباط كتر خيرهم، يعني قال لك استنى ده بينبض ظهره، النبض رجع بدا يرجع الحمد رب العالمين، الاكسجين بدا يرجع، اتنقل على العنايه المركزه من امبارح على الجهاز، لكن الحاله خطره وحساسه جدا، يعني مش هنغير الكلام، يعني احنا عارفين الموضوع صعب جدا على حضرتك وعلى اسرته وعلى اسره النادي بالكامل، ولكن احنا كنا حابين نعرف الحاله وصلت لايه عشان كل الناس تدعي له، وكلنا بندعي له ان شاء الله يقوم بالف سلامه. الامر النهارده ما عادش طب في ايد ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قادر ينجينا من اللي احنا فيه، لان ده لعيب كويس لعيب محترم، ربنا يرجع له اولاده، لان ثلاث اولاد منهم ولد لسه مولود بقاله كام يوم شهر او اقل، احنا عشرتنا دي بقى لنا اكثر من سنه اهو، ولا قرب من سنه، حاجه محترمه قوي قوي قوي. انا والله العظيم من امبارح ابني اللي تعبان، مش هقول لك لعيب عندي لا، لكن احنا بنطلب من عند حضرتك اهو تجريم اقامه مباراه بدون اسعاف مجهز صدمات كهربائيه واكسجين، هيبقى تجريم سعادتك، مش طلب، لان النهارده ال 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 الكلام ان اللعيب او اي حد خلال خمس دقائق او ثلاث دقائق يتم انقاذه من الصدمات، يعني بعد خمس دقائق فيها مشكله. كلام محترم من حضرتك، وده ان شاء الله يكون موجود في الفترات القادمه. استاذ عبد الحميد شكرا جدا لحضرتك، وقلوبنا معاك، وان شاء الله نطمن على اللاعب، وكلنا بندعي له، واكيد ما نتمناش نشوف مشهد زي ده تاني في الملاعب المصريه، ومش بس في الملاعب ولا في اي مكان.